السلام عليكم. شاهدوا نروح مثلا إلى سماع الأغاني مثلا شيخنا، أعطيك مثال عن الأغاني. فيه من يقول أنه الأغاني إذا كانت أغاني عادية ما فيهاش كلام بذيء يحل لي سماعها والموسيقى حلال وما فيها أي شيء، لكن في فئة أخرى تقول لك أنه لا، الموسيقى حرام ولا يمكن سماعها. هذه شيخنا كيف تفسرها هذه؟ شوف، كل شيء محلل إليك إلا إذا كان سببا في أن يشغلك عن الطاعة. الموسيقى الهادئة تجعل عندك إحساس بالذوق الجميل. إذا وجدت في تلاوة القرآن حلاوة وطلاوة فأنت مخير. إذا وجدت أنك عندما تكون في مكان فيه موسيقى خفيفة لا تشغلك، لا تعصيك، لا تجعلك خرجت عن حدود الأدب واللياقة مع الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا من الذي حرم؟ قل. فكأن الله يعني يؤاخذك على هذا. قل من حرم زينة الله؟ هذا الاستفهام الاستنكاري، أي ينكر عليك ذلك. أولا كلامي إلى الصحفي، حصتك أنت حصة مزامير داود، أي شغلها الشاغل القرآن الكريم، فبارك الله فيك على الحصة. لكن السؤال، لماذا إثارة هذه المسائل؟ أنت خليك في جانب القرآن، لماذا تذهب إلى الغناء وحكم الغناء؟ هل هي حصة فتاوى؟ خليك في مجال القرآن، مزامير داود، علاه تروح للغناء؟ حرام حلال لإثارة هذه المسائل وهي معلومة عند القاصي والداني. الأمر الثاني إلى ضيفك الكريم، لماذا لا تتبنون المذهب المالكي كله؟ على تأخذون من المذهب المالكي ما يحلو لكم وتتركون ما يحلو لكم؟ الصحفي سألك عن حكم الغناء، حرام حلال، هناك من يقول حرام، هناك من يقول حلال، فلماذا كل هذا الالتواء وكل انعراجات هذه؟ لماذا؟ سألك عن الحلال أو الحرام فأجيبه على قدر السؤال. الإمام مالك لو كنتم يعني صح تجعلون الإمام مالكا مالك إماما حقيقيا وتجعلون المذهب المالكي هو المقدم، الإمام مالك كان لما يسأل عن الغناء يقول لا يفعله عندنا إلا الفسقة. وأزيدك أكثر من ذلك، في المدونة الإمام مالك قال كان يكره أن يقرأ القرآن بالتلحين، قراءة القرآن بالتلحين كان يكرهها الإمام مالك، فما بالك بالغناء والموسيقى. محمد الأمين الشنقيطي كان إذا سئل عن الغناء، ومن هو الأمين الشنقيطي؟ المفسر الكبير والفقيه يعني معروف. الأمين الشنقيطي كان إذا تكلم عن الغناء يقول لعنه الله، تتقوا الله، يكفيكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان على أمتي يستحلون، أي كان حراما فجعلوه حلالا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ثم لما جبتني بهذه الآية إنزال يعني الدليل في غير يعني في غير مناطق؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذه الآية تفسيرها أنه في زمن الجاهلية كان المشركون يطوفون على البيت وهم عراة، كانوا يقولون بحرمة لباس وهم في الطواف، فأنزل الله هذه الآية، وحرموا كثير من الأطعمة، فأنزل الله هذه الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا علاقة لها مع الغناء. ثم هذه وأختم، بما أنك قلت بأنه سماع الموسيقى الهادئة يؤدي إلى الذوق الحسن وكذا، كلامك هذا من هذا، لنفرض يعني لو تنزل بكلامك هذا أنه إمام من الأئمة دخلنا عليه في المقصورة وكان يعني جالس الإمام داير لنا خولي وقاعد وكينسقسي ويقول أنا يعني راني نجيب في العاطفة الحسنة، يعني نسمع وني بعيد عن المحرمات وعن هني نسمع في خولي وداخل مقصورة المسجد، هل يا ترى كيف ستكون ردة فعل الناس؟ كيف ستكون ردة فعلك أنت؟ كيف تحللون ما حرم الله؟ أي قلوب لديكم؟ أي قلب لديك؟ والله لا يعلم القاصي والداني بأن الغناء حرام،
حتى المغنين انفسهم كثير منهم لو يعني الوقت يعني يكفي والله نجيب لك كثير من فيديوهات المغنين انفسهم يقولوا رانا في الحرام، رانا عارفين باللي رانا نديروا الحرام، ثم ياتي واحد من البلاعمه يقول لي الموسيقى الهادئه اذا كانت بعيده عني يعني لماذا هذا التملق؟ لو نفتحوا هذا الباب تاع الموسيقى الهادئه الناس حتبقى في الموسيقى الهادئه، ثم لو نتنزل وتنزل هذه الفتوى على الناس في سماعهم للغناء في زماننا، هل سيبقى فيه شيء من الحلال؟ الناس تسمع الغناء بالمخدرات والعري والمجون والاختلاط والخمر وكذا وكل المحرمات، فتجي انت تقول له موسيقى هادئة، اي موسيقى هادئة؟ الموسيقى الهادئة هذيك اللي راح يسمعها بالمخدرات. فنسأل الله السلامة والعافية، عافانا الله مما ابتلاكم به، عافانا الله مما ابتلاكم به. السلام عليكم.